Sorry, not open for business yet. I haven't even picked a name for this joint, and I'm already getting calls. انا سمى طيق التاهي ومن صغري ولا طيق التقليد للشخصية اللي اعتز فيها امور الموضة مهتم بيها اهتم بالاشياء اللي ادري انها راح ترفعني فوق وتميزني عن الكل اجدد في المواضع لجل الجمهور ما يمل هذل بالراب وباساليبه اكثر من اي رابر خليجي في هذه الساحة يمل يسألوني اسئلة يبون جواب لها يبون يعرفون وش المغزى والمقصود يسألوني اسئلة وهذه حلها والسؤال اللي من حسود بيكون مردود يسألوني أسئلة يبون جواب لها يبون يعرفون وش المغزى والمقصود يسألوني أسئلة وهذه حلها ولازم الأسئلة تكون لها حدود يا مكثر المتهيئين بالوقت الحالي تشوف لبسه بيقول بس هذا الرابر اللي مستحيل تلقى مثله بهالساحة اخلع قناعه بتكتشف انه تو عرف المات والسماعه ويوم يتكلم تلقى يفتي على راس الخلايق باللولد سكول يشرح ويقول اللولد سكول انك تركب كلمات متتاليه على نفس الوزن اقول على تفن لا تتفلسف في شيء وانت بعدك للحين ما فهمته لو جاني وسالني كم من زمان انا علمته السؤال مو عيب لو ما كنت تعرف الاجابه لكن العيب الواحد يفتي بكلام من الخيال جابه ما يندرابه هو غلط ولا صحيح استريح وخلي كلامك على قد فهمك من دون فلسفه وكذب ومن دون ترقيع لا تنتحل شخصيه هي في الاساس ما هي ملكك يسالوني اسئله يبون جواب لها يبون يعرفون وش المغزى والمقصود يسالوني اسئله وهذه حلها والسؤال اللي من حسود بيكون مردود يسألوني أسئلة يبون جواب لها يبون يعرفون وش المغزى والمقصود يسألوني أسئلة وهذه حلها ولازم الأسئلة تكون لها حدود يسألوني يقولوني ورا فيتاتك مع الرابرية اللي برا صارت قليلة ما يدروا ان ثقة انعدمت الحين يعني لو واحد طالب مني مقطع مستحيل اني اعطيله او اثقيله يعني يا ترسل مقطعك انا ما برسلك مقطعي عجبك عجبك ما عجبك العق اصبعي لا تطلب مني في دام خايف ومواثق فيني شلون تبيني اعطيك مقطع وانت خايف تعطيني اسأل نفسك قبل لا تسألني اي سؤال هل عبادي تغير كذا بدون سبب ولا تغير مين اللي شافه من الانذار منهم ذاك الابيض اللي لونه كنا برص للحين بعد ما انقرص كان كل ما شافني ضبع في خدي موساد يتصنع الابتسامه واحلى الكلمات مصيره بيرجع يعتذرني لكن ما بقبل اسف فلو مهما حاول يشرح ويبرر يسالوني اسئله يبون جواب لها يبون يعرفون وش المغزى والمقصود يسالوني اسئله وهذه حلها والسؤال اللي من حسود بيكون مردود يسالوني اسئله يبون جواب لها يبون يعرفون وش المغزى والمقصود يسألوني أسئلة وهذه حلها ولازم الأسئلة تكون لها حدود